اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره دكتور احمد ثابت. نتكلم عن طريقه لعب اسوان والمقارنات ما بين المديرين الفنيين وما بين بعض اللاعبين. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. مبارك كله تمام. قبل بس ما نتكلم عن المباراه والمقارنات، الحقيقه عزاء واجب للصديقين العزيزين النجم الكبير كابتن سيد معوض في وفاه والده، البقاء والدوام لله يا سيد، وان شاء الله يكون في الجنه. ايضا النجم الكبير كابتن جمال الغندور في وفاه والده، البقاء والدوام لله للكابتن جمال الغندور. وانا شايفه كاتب على صفحته على الفيسبوك ان العزاء هيكون النهارده بالليل الساعه بعد صلاه المغرب. كابتن سيد معوض الحقيقه انا لسه عارف من شويه، فبالتالي هنتصل بيه ونعرف العزاء امتى، وهقول لحضراتكم برضو اكيد هيبقى في الفيوم علشان اللي عايز يروح يقدم واجب العزاء للكابتن سيد معوض. بقاء والدوام لله. دكتور احمد خليني ابدا بس معاك النهارده باولا استبعاد بعض اللاعبين، احمد الشيخ، اليو ديانج، محمود وحيد، جيرالدو، مصطفى شوبير. اعتقد ان ده شيء متوقع، يعني باستثناء اليو شويه كان كل الناس بتفكر انه من الممكن ان يبدا هذه المباراه او يكون متواجد في التشكيله الرئيسيه 18 لاعب. هو يعني من المنطق ان كان بيقول ان ريني فايلر يعني بيعمل روتيشن على طول، فكان هو كنا متوقعين شويه ان هو اليو ديانج اللي ممكن يدخل القائمه، يعني بحيث ان هو ريح الماتش الاخير، فممكن كان ياخد الماتش ده في ظل الاجواء دي. ولكن طبعا الرؤيه الفنيه لريني فايلر اكيد، واكيد هو برضه عايز يعمل ثبات التشكيل، والفريق ماشي كويس بشكل كويس، وواضح ان القوام الاساسي خلاص بقينا عارفينه، يعني عمرو السوليه، حمدي فتحي، قفشه، حسين الشحات، رمضان، اجاييو، بيغير عليهم بقى، بيدخل بعض اللعيبه، فخلاص هو عمل قوام اساسي للفريق، والفريق حفظوا طريقه اللعب وحفظوا الفكر بتاعه، فمن الواضح كده يعني ان هو خلاص يعني ثبت القوام الاساسي للفرقه، فعشان كده هو يعني مش عايز يغير كتير. ولكن اكيد بالتاكيد هنشوف اليو ديانج في المباريات الجايه، هنشوف ياسر ابراهيم، هنشوف اللعيبه محمود وحيد، هنشوف اللعيبه دي بكل التاكيد في الفتره الجايه. يمكن صعوبه المباراه النهارده كابتن اسلام في الطقس بتاع مدينه اسوان. يمكن النهارده احوال الطقس في اسوان، الجو مشمس، درجه الحراره 42 درجه، يعني ده رقم مهم جدا. الامطار طبعا 0%، الرطوبه توقعاته للرطوبه هناك 18%، الرياح 10 كيلومتر في الساعه. طيب ده يمكن صعوبه الماتش تحديدا في اجواء الطقس. لا طبعا الماتشات بتاعت الحر دي بتبقى هنتكلم عنها اكتر، ولكن خليني اقول لحضراتكم التشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه. لم يتغير التشكيل الرسمي كثيرا عن المباراه السابقه باستثناء لاعب ياسر ابراهيم هيلعب مكان رامي ربيعه. ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، طبعا هيكون حارس المرمى محمد الشناوي. ياسر ابراهيم وايمن اشرف اثنين سنتر باك، ومحمد هاني ناحيه اليمين، ومع علي معلول ناحيه الشمال، ثم حمدي فتحي وعمرو السوليه اثنين في وسط الملعب، حسين الشحات ناحيه اليمين، رمضان صبحي ناحيه الشمال، محمد مجدي قفشه، ثم في الامام جونيور اجاييه راس حربه النادي الاهلي في مباراه اليوم. مره ثانيه الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، ياسر ابراهيم وايمن اشرف اثنين سد باكين، حمدي فتحي وعمرو السوليه، رمضان صبحي وحسين الشحات، ومجدي قفشه، ومن امامه جونيور اجاييه. اما احتياطي النادي الاهلي لهذه المباراه، شريف اكرامي، رامي ربيعه، وليد ازارو، وليد سليمان، احمد فتحي، حسام عاشور، صلاح محسن. اكرامي، شريف اكرامي، وليد ازارو، رامي ربيعه، وليد سليمان، احمد فتحي، حسام عاشور، صلاح محسن. ده التشكيله الرئيسيه، ال 11 لاعب اللي هيبداوا هذه المباراه، وسبع لاعبين على دكه البدلاء. اتفضل يا دكتور كمل الطقس. يمكن مهم جدا، لان خلي بالك انا واحد من الناس اللي ما كنتش بحب العب مباريات 90 دقيقه. انا احب كلنا نحب نروح اسوان، كلنا نحب نقعد في اسوان، ولكن لما تلعب 90 دقيقه في جو حر زي الجو ده، خصوصا هذه الايام، بتبقى الامور صعبه جدا 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 على اللاعبين. ان انت بقالك فتره طويله قوي بتلعب الساعه 8 بالليل، الساعه 7، الساعه 5 بالكتير يعني، او اكتر حاجه عملتها بدري او لعبتها بدري كانت الساعه 5، وبالتالي اذا تلعب الساعه 3 الظهر في درجه حراره مرتفعه، اعتقد ان ده من الممكن ان يكون هناك تاثيرا سلبيا على لعيبه النادي الاهلي. طبعا مهم يكون تكون عارف حاله الطقس قبل ما تكون رايح. يعني النهارده درجه الحراره 42،
درجه لازم تكون عامل حسابك للرطوبه والحراره، كمان ان انت تتابع المباريات بشكل يعني اقل من 48 ساعه بتلعب مباراه، فدي حاجه مهمه جدا. يمكن النهارده ده صعوبه المباراه، طبعا بنحترم فريق اسوان ويمكن فريق قدراته محترمه جدا، ولكن اهم حاجه او صعوبه الماتش تحديدا في اجواء الطقس وفي التتابع الماتشات الموجود. ولكن من الواضح من التشكيل ان ريني فايلر خلاص مثبت القوام الاساسي بتاع الفرقه، تغيير واحد بس هو ربيعه خاف عليه برضه من الاصابات من تتابع المباريات واجواء الطقس ان هو ممكن الاصابه تعود تاني، فبيريحه وبيدي ياسر ابراهيم. دي الفكره الوحيده اللي هو مغيرها، لكن هو خلاص مثبت القوام الاساسي بتاعه الفرقه. اجايه كراس حربه بينفذ وهم بينفذ تفكيره كمهاجم وهمي بيسقط لتحت ويسحب ويفتح المساحات. هي طريقه اقرب لليفربول اعتقد. نفس طريقه، لا يمكن ليفربول 4-3 يعني 3 ارتكاز، احنا بنلعب 2، ولكن نفس الفكر اللي بيعمله فيرمينيو نفس الفكر اللي بيعمله فيرمينيو بيعمله اجايه في النادي الاهلي، ان هو بينزل يسقط. يعني سر من اسرار تالق محمد صلاح مع ليفربول هو تحركات فيرمينيو بالظبط. برضه سر من اسرار تالق رمضان صبحي وحسين الشحات تحركات اجايه، نفس الفكر بالظبط في تطبيق فكره المهاجم الوهمي اللي بينزل يسقط ويسحب المساحات، وعندك 2 لعيبه اجنحه في منتهى الروعه زي رمضان وزي الشحات، هناك برضه في محمد صلاح وساديو ماني، نفس الفكر بالظبط في الناحيه الهجوميه، ولكن هو مثبت التشكيل حافظ على القوام الاساسي بتاعه الفرقه، غير بس ياسر ابراهيم مكان رامي ربيعه، هو برضه خايف على رامي ربيعه من الاصابات فبيريحوا في المباراه بتاعت النهارده. دي الحاجه الاساسيه، ولكن ان شاء الله يعني التشكيل اساسي. اهم حاجه في المباراه النهارده زي ما احنا قلنا الطقس درجه الحراره 42، دايما لما تجيب هدف بدري تريح نفسك في الماتشات دي تحديدا، تجيب هدف بدري تفرق كتير جدا، وده حتى اللي بيعمله رينيه فايلر في المباريات الاخيره. ان هو دايما بيركز في الشوط الاول في اول المباراه اول نص ساعه يسجل هدف، وفي بدايه الشوط الثاني بيسجل هدف. يمكن احنا قلنا هم النادي الاهلي مسجل 14 هدف مع ريني فايلر، منهم 10 في الشوط الثاني، منهم من ال10 دول 5 في بدايه الشوط الثاني كمان. ايوه، فيعني النهارده مهم ان انت تسجل هدف يريحك كتير، ما تفكرش بقى في اجواء الطقس، ما تفكرش في الرطوبه، ما تفكرش، يفرق كتير جدا. يمكن النهارده فريق اسوان طبعا بيدربه كابتن مجدي عبد العاطي، واحد من المدربين الشباب الجداد في الدوري المصري، يمكن هو صعد بيهم من تحت، يمكن هو لعب مع الفريق في الدوري ماتشين مباراتين، لكن ريني فايلر طبعا درب النادي الاهلي في 5 مباريات. كابتن مجدي عبد العاطي ما كسبش ولا مباراه حتى الان مع اسوان، اتعادل 1 وخسر 1، اتعادل مع اف سي مصر وخسر من المقصه 3-2، احرز هدفين ودخلت شباكه 3 اهداف، حافظ على نظافه شباكه مباراه واحده من الاثنين، متولي تدريب الفرقه من 28 ابريل 2018 يعني من حوالي من اكتر من سنه. لكن ريني فايلر من 31 اغسطس 2019، ريني فايلر 46 سنة طبعا، كابتن مجدي 42 سنة، ريني فايلر لعب 5 مباريات كسب الخمسة، مسجل 14 هدف في 5 مباريات ودخلت شباكه هدفين وحافظ على نظافة شباكه 4 مباريات من 5. يمكن دي المقارنة ما بين ريني فايلر وكابتن مجدي عبد العاطي. يمكن احنا كابتن مجدي طبعا يمكن هو لسه جديد على الدوري المصري، لسه مش عارفين فكره هيبقى ايه قدام الفرق الكبيرة. يمكن هو لعب في الدرجة الثانية وبعد كده أول مرة يتولى في الدوري الممتاز كمدير فني، طبعا هو كان مساعد مع كابتن مختار، ولكن النهارده هنشوف فكره، ولكن بكل تأكيد القدرات بتاعة اللعيبة هي اللي هتحكم، قدرات اللعيبة عنده أكيد 100%، هيلعب دفاع منطقة، دفاع كومباكت، وهيلعب على الهجمات المرتدة، بكل تأكيد هيحاول يضيق المساحات، خاصة كمان إن أرضية ملعب أسوان مش حلوة قوي. هو بيحاول إن هو يستغل، يعني شفت اتفرجت على بعض اللقطات من مباراة المقصة، بيحاول يلعب على ضربة ركنية، يعني هو جاب هدف من ضربة ركنية. معانا ممكن نعرضها لحضرتك. ايوه ليه فين؟ موجود على صفحة أسوان. على صفحة أسوان ماشي. أنا أصل في الماتش ده خلص 3-2، يمكن الجون الأول جه ضربة ركنية، هو بيحاول يخطف بضربة ركنية كرة عرضية، ولكن هم عندهم مشاكل في نقاط ضعف، زي إن هم عندهم قلبين الدفاع بطاء قوي، قليلين قوي في التمركز في الكرات العرضية، عندهم مشاكل في العمق الدفاع. أهي بص حضرتك ده أول هدف. أهي ده كرة عرضية، ده هدف المقصة، ادي كرة عرضية، واضح ان هم عندهم مشاكل، وده ارضية ملعب اسوان اللي هنلعب عليها النهاردة. ارضية يعني مش حلوة، الله يكون في عونهم بصراحة، بس ارضية سيئة جدا يعني. فده واضح ان كرة عرضية، عندهم مشاكل في التمركز والرقابة يمكن وده برضو الجون اللي جابوه اهو، ده الجون اللي جابوه، هم بيحاولوا يعملوا على الضربات الركنية، يخلصوا كده بضربة ركنية مثلا، تمام زي كده يخطفوا بضربه ركنيه، ولكن هم عندهم زي ما قلت لحضرتك مشاكل في الرقابه الدفاعيه والتمركز. لو بصينا حتى على التشكيل المتوقع
لا هو التشكيل الرسمي خلاص هقوله لحضراتكم دلوقتي لنادي اسوان: مسعد عوض في حراسه المرمى، محمود نعيم ناحيه اليمين، عبد الله السنجهاوي وابراهيم القاضي وطارق ابو العز ده خط الدفاع، موسى داو ومحمد اسماعيل واحمد عامر ومحمد الصباحي، ومن امامهم حسن طارق، وفي الامام احمد عبد الظاهر كراس حربه وحيد. اما بدلاء نادي اسوان: رضا السيد، خالد الشيخ، الحسيني سمير، أمد أكري، عبد العزيز إمام، أحمد الصغيري، وإبراهيم جلال. ده التشكيل الرسمي للنادي. الثلاثة اللي قدام مين؟ حسن طارق وأحمد عبد الظاهر، والثالث أحمد عامر أو محمد الصباح، يعني هو محمد الصباح يعني. تمام، هو كده بيلعب 4-3-2-1 بالظبط، يعني هو بيلعب بمصعد عوض 4-5-1 أقرب إلى 4-5-1 بالظبط. بيلعب بمصعد عوض في حراسة المرمى، الاثنين المساكين إبراهيم القاضي والسنجهاوي، دول هو بيغير، يعني واضح ان هو كل ماتش مره يبدا بمحمد جبر، مره بمحمد اسماعيل، عنده مشاكل في قلبين الدفاع، فواضح ان التغييرات الكتير دي بتاكد ان هم عندهم مشاكل في الكرات العرضيه والمشاكل في العمق الدفاعي. ده الهدفين الاثنين المساكين. الباك اليمين محمود نعيم، وده باك يمين كويس، حتى جاب هدف مميز بان هو بيكمل في الضربات الثابته والضربات الركنيه، متخصص لعب الضربات الثابته في فرقه اسوان، محمود نعيم اللي هو الباك اليمين. ايوه. الباك الشمال طارق ابو العز، طبعا كلنا عارفينه، كان بيلعب في حرس الحدود ومصر المقاصه، لعب في اكتر من نادي، عنده خبرات. الثلاثه الارتكاز: موسى داو ده كان بيلعب في النادي المصري، ومحمد اسماعيل واحمد عامر. لان احمد عامر يمكن هو لعيب اشول كده، عنده حته التكمله، لعيب سريع وقوي برضه، لعيب مميز. ايوه. يمكن الاثنين اللي قدام حسن طارق اللي هو رقم 11، ومحمد الصباحي قدام احمد عبد الظاهر. هو يمكن فضل محمد الصباحي عن عبد الرحمن جبنه، كان دايما هو بيبدا بعبد الرحمن جبنه في الماتشين اللي فاتوا، بحيث ان هو عنده قدرات هجوميه اكتر. النهارده بدا بمحمد الصباحي عشان يعمل كثافه عدديه كبيره جدا في وسط الملعب. هيبقى يعني يعتبر بيلعب باثنين بس هم اللي بيهاجموا، عندهم الحته الهجوميه قوي، اللي هو حسن طارق واحمد عبد الظاهر. ايوه. لكن الاربعه الباقيين كلهم قدرات دفاعيه اكتر. تمام. فده يمكن تشكيل اسوان وتشكيل النادي الاهلي. بعد كده بقى في مقارنه ما بين الاثنين المهاجمين، جونيور اجاي واحمد عبد الله، راس الحربه هنا وراس الحربه هنا. ايوه. هنلاقي ان جونيور اجاي طبعا رقم 28، احمد عبد الظاهر رقم 9 في اسوان. احمد عبد الظاهر عنده 34 سنه، طبعا هو خبرات كبيره جدا في الدوري المصري، لعب 183 مباراه. لعيب خبره كبيره جدا في اسوان. احرز اهداف في الدوري عنده 45 هدف. صنع اهداف 9 اسيست، يمكن هو جاب في الموسم ده هدف. ايوه. الناحيه الثانيه اجاي عنده 23 سنه، لعب 65 مشاركه في الدوري، في الدوري المصري، 22 هدف، 15 اسيست، وجاب هدف في اول جولتين. ايوه. ده يمكن مقارنه ما بين راس الحربه، طبعا الفرق كبير، ان اجاي مش كقدرات يعني كامكانيه، اجاي في النادي الاهلي بيمثل المهاجم الوهمي اللي بينزل يسقط ويفتح مساحات. أيوة. لكن احمد عبد الظاهر راس حربه سترايكر صندوق، طبعا لعيب مميز وكان بيلعب في النادي الاهلي وهداف وخطاف، ولعيب بيمتاز بالرجوله جدا وعنده الروح القتاليه عاليه، احمد عبد الظاهر. ولكن طبعا فرق السن كبير لاحمد عبد الظاهر. خلينا ناخد واحد زي محمد مجدي قفشه ومقارنته باحمد الصغير. طبعا هنا صانع الالعاب، هنا يمكن هو النهارده احمد الصغيري قاعد احتياطي عشان هو بيحاول يعمل نوع من التامين الدفاعي اكتر. أيوة. هنبص نلاقي ان الاثنين عاملين اثنين اسيستات، يعني ده مصدر الاسيست هنا ومصدر الاسيست هنا. هنبص نلاقي ان محمد مجدي قفشه عنده 23 سنه، لعب مشاركتين الموسم ده، عمل اسيست، طبعا جاي من نادي منضم للنادي الاهلي من نادي بيراميدز. الناحيه الثانيه الصغيري هو رقم 25، عنده 21 سنه، لعب مباراتين السنه دي، عامل اثنين اسيست، قادم من نادي مصر المقاصه، معنى ان هو يقعده ان هو بيدافع اكتر، بيدافع بشكل اكبر. يعني طيب، هو طبعا مش شايف مقارنات ووجهات النظر طبعاً ما بين الفريقين. مقارنه ما بين علي معلول ظهير ايسر ومحمد طارق ابو العز ظهير ايسر اسوان ايضا. طبعا يمكن علي معلول واحد من الباكات الشمال المميزه جدا وسر، يعني والله انت بتظلم الناس بالمقارنات اللي بتعملها مع علي والشناوي وبقيه اللاعبين الحقيقه، لكن اتفضل. يمكن طبعا فرق قدرات ما بين لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه النادي اسوان كبير، يعني لو بصينا حتى هنلاقي ان يمكن علي معلول 29 سنه، الاثنين نفس السن، معلول جاي من الصفاقس التونسي، محمد طارق جاي من المقاصه. علي معلول لعب كام مباراه في جميع الانديه؟ 292 مباراه. عامل كام اسيست؟ 72 اسيست، 72 اسيست بالاسيست الاخير في الدوري. جايب كام هدف؟ 51 هدف. صنع هدف في اول جولتين. محمد طارق ابو العز لعب 144 في جميع الانديه، 9 اسيست بس وهدف، صنع اهداف في اول جولتين 0. طبعا فرق كبير ما بين علي معلول وما بين محمد طارق ابو العز في الخبرات. يعني يروح الشناوي الشناوي ومصعد عوض، طبعا برضو فرق كبير ما بين الاثنين. يمكن
الشناوي لو بصينا عليه هنلاقي ان هو 30 سنه، مصعد عوض 26 سنه. هنبص نلاقي على الشناوي هنلاقي ان هو لعب في الدوري 192 مباراه في جميع الانديه، 192 مباراه، استقبل 181 هدف، حافظ على نظافه شباكه 72 كلين شيت. اول جولتين محمد الشناوي 2 كلين شيت. مصعد عوض 26 سنه، لعب 17 مشاركه في بطوله الدوري في جميع الانديه اللي لعب فيها، استقبل اهداف كام في بطوله الدوري؟ 20. حافظ عن عامل 7 كلين شيت بس. يعني مصعد عوض بكل اللي لعبه في الدوري 17 مباراه بس مع جميع الانديه، ولعب في الاهلي برضه. لعب في الاهلي طبعا. عدد مرات الكلين شيت في اول جولتين 1، استقبل شباكه اهداف في اول جولتين 3. طبعا الارقام لصالح محمد الشناوي طبعا، والفرق كبير ما بين محمد الشناوي ومصعد عوض. برضه معانا مقارنه ما بين حسين الشحات و هنبص عليها، حسين الشحات برضو والجناح هنا والجناح هنا، وحسن طارق جناح اسوان. هنبص طبعا نلاقي ان حسين الشحات يمكن لابس 14، حسن طارق اللي بيلبس 11، ده اللي بيلعب تحت راس الحربه عندهم تحت احمد عبد الظاهر. يمكن حسن طارق عنده 27 عنده 24 سنه، قادم من الاتحاد السكندري. حسين الشحات 27 جاي من العين الاماراتي، لعب في جميع الانديه 146 مباراه. حسين الشحات جايب 38 هدف. أيوه. عنده هدف واسيست في اول مباراتين في الدوري. لكن حسن طارق طبعا جاي من الاتحاد، لعب 15 مباراه، مسجل هدفين بس، ما صنعش لسه ولا هدف ولا احرز ولا هدف. يمكن برضو في مقارنه ناحيه الجناح الايسر اللي كان دايما بيلعب في المباراتين اللي فاتوا عندهم عبد الرحمن جبنه، واحنا عندنا الناحيه الثانيه رمضان صبحي. يمكن لو بصينا هنلاقي ان رمضان 22 سنه، عبد الرحمن جبنه 26 سنه. رمضان لعب 156 مشاركه في كل الانديه، عبد الرحمن جبنه لعب 40، كان بيلعب في ناشئين المقاولين العرب وجات له اصابه والمقاولين ضمه. يمكن هو جاله رباط صليبي تقريبا مرتين عبد الرحمن جبنه. جايب هدف واحد بس في الدوري في كل مشاركاته في ال 40، وعامل 4 اسيست. رمضان لعب 156، مسجل 25 هدف وعامل 24 اسيست. تمام، دي كانت ابرز المقارنات ما بين لاعبي النادي الاهلي ولاعبه نادي اسوان. ان شاء الله يكون كل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه الصعبه جدا بسبب الطقس ودرجه الحراره العاليه في اسوان، 42 درجة حرارة، 42 43، اعتقد ان مش اعتقد انا باجزم لحضراتكم ان هي بتؤثر بشكل او باخر على لاعبي. اي لعيب في الدنيا ما بيلعبش في درجة الحرارة دي بشكل طبيعي وبشكل منتظم، ان انت تروح تلعب مرة واحدة في هذا الطقس، اعتقد ده بيؤثر وبشكل او باخر على اي لعيب في العالم مش في النادي الاهلي فقط. وبالتالي كل الامنيات الطيبه، وزي ما الدكتور احمد قال ان احنا نخلص المباراه، لو لينا نصيب ان احنا نكسب هذه المباراه نخلصها من بدري. من بدري هتلاقي نفسك مستريح، وبقيه المباراه يستطيع ريني فايلر ان هو يعمل التغييرات والروتيشن اللي هو عايز يعمله، على الرغم من ان بعد كده زي ما قلت لحضراتكم النهارده 5 هنلعب يوم 19 ان شاء الله، هم لعيبه المنتخب بس الاول هينضموا للفريق لمنتخبنا الوطني لمباراه بتسوانا. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في هذه المباراه والمنتخب الاولمبي ايضا. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور أحمد، إن شاء الله نتقابل بعد نهاية هذه المباراة. بشكر حضرتك وبالتوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ثلاثة من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش، النجم الكبير كابتن أسامة حسني. هنتكلم عن هل هناك تأثير سلبي أم إيجابي بالنسبة لدرجة الحرارة. الملعب اللي حضراتكم شفتوه واضح جدا سوء حاله ارضيه الملعب، هنشوف هل سيكون هناك تاثيرات على لعيبه النادي الاهلي ولا لا. بعد الفاصل كابتن فتحي نصير، كابتن محمد حشيش، كابتن اسامه حسني.